نقول مقادير بولات الكنافة. هنعمل النهاردة بولات الكنافة بالمكسرات، وهتاخد شوية من طعم السينابون علشان كمان هنحط لها قرفة، وهنسقيها النهاردة، هنسقيها النهاردة مش شربات، هنسقيها حليب مكثف زي اللي احنا بنعمله بالظبط للسينابون. تمام، يلا بينا نقول المقادير. تمام، يلا بينا. ربع كيلو من الكنافة، عندنا كوباية مكسرات مشكلة زي ما تحبي، عندنا كمان معلقتين من العسل الأبيض، معلقة صغيرة من القرفة، ربع كوباية سكر بودر، وكوباية سمنة بلدي. طبعا يفضل بلدي، الحلويات الشرقية لما تتعمل بسمنة بلدي بتفرق جدا في الطعم. دي مكونات الكنافة. مكونات بقى الحليب المكثف اللي احنا هنسقي بيه الكنافة، كوباية سكر بودر، انا عايزة ابص على الكنافة بتاعتنا هنا شغالة تمام، كوباية سكر بودر، كوباية لبن بودر، اتنين جبنة كريمي، مكعبين من الجبنة الكريمي، معلقة كبيرة زبدة، ونص كوباية مية دافية. ويلا بينا نبدأ شغلنا. تمام، البولات فين اهي، ممكن نعملها في قوالب الكب كيك، ممكن نعملها في ايه، في فنجان، فناجيل قهوة. تمام، براحتك بقى اللي متوفر عندك. تمام، يلا بينا. ادي الكنافة عندنا اهو، هضيف لها السمنة، وادعكها كويس عشان تبقى شاربة كده من السمنة. تمام جدا، وحط لها شوية سكر بودر، والسكر البودر هيخليها بعد ما تستوي اجي اقلبها تبقى متماسكة مع بعض، لان انتوا كلكم عارفين ان السكر لما بيسيح وبعدين بعد كده يخليها كلها تمسك مع بعضها، فبتدينا نتيجة افضل. معلقة، دي مقادير الحشوة اللي هي مكسرات اي انواع عندك بقى، وزبيب، كل اللي انت عايزاه. حط عليهم معلقتين من العسل، واحط كمان معلقة صغيرة من القرفة على حسب ذوقك بقى، في ناس ما بتحبش القرفة تقدر تشيلها من الوصفة ما فيش مشكلة خالص. تمام كده، انا حطيت العسل عشان يمسك لي بس الحشوة مع بعضها، ويخلي كمان القرفة تمسك عليهم. القرفة بتدي على فكرة طعم حلو قوي. تمام، خلصنا وخلطناهم كويس. طب يلا بينا بقى نشتغل. ادي قوالب الكب كيك، هبدا احط طبقه تمام في الارضيه وفي الجوانب بالشكل ده. بصوا تمام جدا، باينه معانا اهو كده، باينه كده حلو قوي. طب وبعدين هنحط بقى جزء من المكسرات في النص، وبعدين نحط شوية كنافة نغطي بيهم تاني الوش، ونقفل كويس قوي. حلو قوي في التقديم، لو عندي عزومة هتبقى لطيفة جدا جدا، وأدي لكل واحد واحدة، فكده بتبقى شكلها ألطف كمان من التقطيع. تمام بالشكل ده، جميل جدا. نعمل تاني. طيب تمام، يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل تاني، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. ورجعنا لكم تاني وشغالين في الكنافه. طيب انا ما عنديش قوالب كتير تكفي عدد الضيوف او عدد اصحاب البيت اللي انا هعمل لهم الكنافه، اعمل ازاي؟ تمام، هنشوف دلوقتي. انا عملت واحده كمان اهو. تمام، هعمل ايه؟ بصوا، بعد ما اعملها كده في القالب هنزلها في الشكل ده، وابتدي ارصها في صينيه تمام، وادخلها الفرن. يعني لو عندي قالب واحد هعمل بقى الكميه اللي انا عايزاها كلها تمام، بكل بساطه وكل سهوله اهو. تمام كده، يلا نعمل كمان.
الطريقة واضحة جدا وبسيطة جدا، وزي ما قلت لك خصوصا في العزومات بنبقى محتاجين حاجات تسهل علينا التقديم. الحاجات اللي بتتقطع وبتتفرفت وما بتظبطش معانا في التقديم بتبقى يعني رخمة شوية، خصوصا لما يكون عندي ضيوف. تمام، فدي هتديكي نتيجة بجد هايلة جدا شكلا وموضوعا، وكمان الطعم هيبقى مختلف خالص عن المعتاد. الحشوة فيها قرفة، والصوص كمان مش هنسقيه بشربات عادي، هنسقيه بالصوص اللي بنحطه على السينابون، فهتديكي طعم كده بجد وهمي جدا. تمام، ضغطي كده عليها شوية علشان كله يمسك مع بعضه، واقلبي ونزليها، هتنزل معاكي بكل سهولة كده. انا هكفي كده علشان وقتنا، وهدخلها على طول يلا الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني لغاية ما تاخد لون ذهبي. وقبل ما تدخل احنا كنا حطينا نص كمية السمنة بس على المقدار، بعد ما خلص المقدار كله هبتدي اسقي كده على الوش بشوية سمنة. تمام كده، الكنافة بتحب السمنة. تمام، حتى لما تنزل السمنة وتبقى بزيادة في الصينية ممكن استخدمها تاني في حاجة تانية، بس اهم حاجة الكنافة تشرب وتاخد حقها من السمنة عشان تطلع معانا مقرمشة وشكلها حلو. يلا ندخلها الفرن، اهم حاجة يكون الفرن سخن وعلى درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني. تمام، ويلا بينا بقى نعمل الصوص اللي هنسقي بيه الكنافة بتاعتنا. مقادير الصوص، عندي خلاط. تمام، بسم الله، وابدأ احط فيه المكونات بتاعتي. كوباية من السكر البودر، ودي كوباية من اللبن البودر، بس كله. تمام، وعندي مكعبين من الجبنة، جبنة كريمي طبعا ملهاش طعم بس بتدي غنى كده، والمية السخنة احط حوالي نص كوباية، احط الزبدة كمان وانزل عليها المية السخنة علشان تسيح، دي معلقة من الزبدة. نخلط بقى كله مع بعضه. حاول لو في اي حاجات ما نزلتش ولازقه كده زي ما انتم شايفين كده في الجوانب، هننزلها علشان كله يمتزج مع بعض وياخد القوام الامثل للمقدار اللي احنا عاملينه. بيبقى طعمها حلو قوي قوي الصوص ده، بيبقى طعمه جميل جدا، ومع الكنافه بيديلها طعم حكايه. زي الفل، اختلطت المكونات ومعانا ام احمد، اهلا وسهلا. وهي دي الكنافه بعد ما بتطلع من الفرن، شكلها تحفه جدا، لازم تكون سخنه، هي لسه طالعه. الخط قطع، الو، وهبتدي اسقي بولات الكنافه بتاعتي. بصوا قوام الصوص عامل ازاي، قوام تقيل جدا. بس عايزه اقول لكم بقى الطعم بيبقى فعلا حكايه، عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه، قد ايه سهله وبسيطه، مش تاخد منك حاجه، بس صدقيني نتيجه حلوه جدا، ضيوفك هيعجبوا بيها قوي. خصوصا الناس اللي بتحب القرفه وبتحب السينابون هتبقى معجبه بيها جدا. زي الفل، عندي بقى شويه فستق كده مفرومين، هبدأ أحط على كل واحدة شوية. إيه رأيكم، شكلها لطيف جدا وطعمها ألطف بكتير كمان من شكلها، ولا أسهل من كده صح؟